عمر بتتذكر عيد ميلاد توليب لما طبقت ال 16 وانت راسك وقلب ساف الا بدك تعمل مفاجأة، بوقتها كنت جايب له طوق وقال بدك تروح تعلقه على الشجرة، ولا تخليها تنتبه على مكان الطوق خليت شوكة يصرخ في قطع الشجرة. توليب أول ما ركضت باتجاه الشجرة أنت وقعت مثل البطيخة على الأرض، مع أنك كنت كتير موجوع بس مديت إيدك لتعطيها الطوق، بس من خوف عليك ما طلعت أبداً على الطوق. أخي أنت كيف بتوقع من على الشجرة؟ ماني متذكر والله. معقول؟ عن جد السهرة معكم دخلت السعادة على قلبي، بتشكركم وكنت بتمنى ضل أكتر، بس بكرة عندي يوم طويل وبتمنى تسمحوا لي أمشي. طيب تصبحوا على خير. رح أرافقك لبرا. طيب هالسهرة رجعتنا سنين لورا، وهالسنين بيستاهلوا نرجع نتذكرهم. توليب هلا جوري وجهاد عندهم قصة طوق مثلنا. مالي حابة اتذكر هداك اليوم، انسى حكايتنا كانت تتعلق بالشجرة وبس، والطوق اللي بيناتنا ضاع من زمان. يعني بيومها يمكن ردة فعله لجهاد كانت أكثر من الطبيعي، بس برأيي يلي بوضعه ممكن يكسر الدنيا كلها ليوصل للشي اللي بده إياه. جوري الوحيدة يلي بتهديها توليب. ما بعرف كيف هديك البنت بتعمل هالشي. يعني جهاد حاسس بعواطف خاصة كتير تجاهها لجوري ومختلفة كتير برأيي. إيه توليب، هو عن جد بكن العاطفة حقيقية، بس هي بالنهاية خدامة وفقيرة. انت ممكن يكون هذا رأيك، بس برأيي المهم تصبح على خير.